جينين بلاسخارت، يعني كان هنالك ترقب كبير لما ممكن أن تقوله حول نتائج الانتخابات العراقية، ووضحت بشكل واضح بأنه ليس هنالك أي عملية إثباتات واضحة على طبيعة التزوير الذي تدعيه بعض الأطراف الموجودة الخاسرة في هذه الانتخابات. وهنالك نقطة مثيرة، قالت مستقبل العراق، وأنا أقتبس، مستقبل العراق غامض خاصة في ظل عدم وجود رؤية وإصلاحات حقيقية. يعني كيف تنظرون أنتم في المملكة العربية السعودية، أو حضرتك على الأقل، يعني كيف تنظر عندما تصدر تصريحات من المبعوثة الأممية بهذا الشكل وعن طبيعة الانتخابات وهذه الأطراف الخاسرة بها فصائل موالية لإيران ويهددون على عملية تصعيد في الداخل العراقي؟ يعني هل هذه ستدلل على أن هنالك قد تكون حلول مفصلية في العراق أم فوضى؟ كيف تنظر لها كمراقب حقيقة؟ وأنا يعني أتابع شأن العراقي، مستقبل العراق يكاد يكون واضح، ويملك الأشقاء في العراق حلول كثيرة، أهمها قائمة على الإيمان بالدولة الوطنية وعلى سيطرة الدولة على السلاح وجمع من الفصائل، وهي نقطة مهمة جدا. وأعتقد أن ما قام به السيد مقتدى الصدر مؤخرا من تفكيك بعض التنظيمات المسلحة تعتبر النموذج كان يمكن أن يقتدى به في كثير من التفصيلات. ما أشارت له المبعوثة الأممية قبل قليل، في اعتقاده كما قلنا سابقا أن القوى الغربية بما فيها بعض المنظمات الدولية تريد إدارة ملفاتنا، لا تريد حل. الحل في العراق يكمن في يد أشقائنا العراقيين كافة دون استثناء. ما يجري اليوم من استقرار في إقليم كردستان كان يجب أن يتم تمديد هذا النموذج الناجح إلى بقية الأقاليم العراقية. ما الذي يمنع أن تكون الأقاليم الجنوبية أسوة بما يجري في إقليم كردستان حتى لا يكون هناك استقلال؟ ولذلك نقول أن كبح جماح إيران في التدخل في الشأن العراقي هو الوسيلة الوحيدة لحماية العراق، والأشقاء العراقيون قادرون بالالتئام مع الأصوات الوطنية التي يمثلها اليوم دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم وغيره من الأصوات الوطنية الكبيرة، في اعتقادي أنه كفيل بإقناع المجتمع الدولي بأن هناك خارطة طريق حقيقية يسير عليها الأشقاء العراقيون. والتصريحات المهمة التي أدلى بها مصطفى الكاظمي فجر الاعتداء على مقره عندما قال أن الصواريخ لا تبني مستقبلا، هذه هي النقطة التي يجب أن تدرس في الجامعات والمدارس العراقية. أعتقد بل وأجزم أن الإيمان بالدولة الوطنية هو السبيل الوحيد لتحرير العراق من حالة الفوضى، خصوصا أن إجراء الانتخابات البرلمانية وما نتج عنها من نتائج انتخابات صدمت إيران وصدمت الفصائل الولائية التابعة لها، يؤكد بالفعل على أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح. وكان الأمم المتحدة أن تدعم هذا الاتجاه، كان للولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الأخوة العراقيين في السير حثيثا في هذا الاتجاه، لا أن يتدخلوا في العمليات البينية. بكل تأكيد سيكون هناك رفض لهذه النتائج، وهذه اعتدناها في كثير من الدول العربية، لكن يجب أن لا تعطل العملية وأن تسير العملية الانتخابية. لعلي أعيد التذكير بالانتخابات التي أسفرت عن فوز إياد علاوي وتم مصادرتها بموافقة باراك أوباما آنذاك، في اعتقادي أن أخشى من تكرار السيناريو لاحقا. لكن اليوم الأصوات الوطنية العراقية باتت أقوى، باتت مسموعة، هناك حالة تذمر من الرأي العام العراقي. بدأنا نسمع في الميادين العراقية حالة طرد إيران برا برا، وتكررت أيضا في لبنان، وهي نقطة مهمة جدا ينبغي دعمها والبناء عليها، وليس ذلك ببعيد ولا مستحيل.